السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء الموريتاني يستأنف اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد توقف استمر نحو شهرين. وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة المغربية تستمر يومين وتعتبر الأولى لوزير موريتاني منذ سنوات. الجيش الموريتاني يعلن القبض على عصابة تنشط في تهريب المخدرات اشتبكت مع إحدى دورياته قبل أسابيع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استأنف مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بعد توقف استمر زهاء شهرين بسبب العطل وكذا الحملة الانتخابية. ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام على إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأغلب مقاعدها. أدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل الشيخ أحمد زيارة رسمية للمملكة المغربية تستمر يومين وتعتبر الأولى لوزير موريتاني منذ سنوات. وقالت الخارجية المغربية إن زيارة الشيخ أحمد تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الرباط ونواكشوط في مختلف المجالات، مضيفة أنها ستمكن من بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أعلن بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيوش عن إلقاء القبض على 5 أشخاص ينشطون ضمن عصابة تنشط في تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وهي العصابة التي اشتبكت مع إحدى دوريات الجيش الموريتاني في 10 من شهر أغسطس الماضي. وأكد البيان أن عملية إلقاء القبض على عناصر العصابة تمت دون أي خسائر، ومكنت من مصادرة 2 رشاشات جماعية وقاذف صاروخي وسلاحين فرديين وهاتفي ثريا، إضافة إلى 3 أجهزة اتصال لاسلكي وكميات معتبرة من الذخيرة والمحروقات. تباحث الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط مع القائد الجديد لقوة بارخان الفرنسية بمنطقة الساحل الجنرال فريدريك بلاشون. وقال فريدريك في تصريح أدلى به بعد خروجه من الاجتماع، قال إن الطرفين تبادل الآراء وإنهما يتقاسمان نفس الهموم إزاء المنطقة، مضيفا أن الشركاء بحاجة إلى إجراء اتصالات بشكل منتظم سبيلا إلى تقويم الوضع في المنطقة. إلى شأن منفصل، حيث احتفى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بالنتائج التي حصل عليها خلال الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي أجريت جولتها الأولى فاتحة شهر سبتمبر الجاري. وقد حل الحزب ثانيا على مستوى عدد المقاعد البرلمانية، فيما فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلب المقاعد وبفارق أزيد من 70 مقعدا عن أقرب منافسيه. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. إدارة حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تحتفي بفوز الحزب مدعوما بتحالف أحزاب المعارضة بموريتانيا خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية التي جرى شوطها الثاني في 15 من شهر سبتمبر الجاري. السجال الذي طبع الحملة الانتخابية وكان عنوانها الأبرز اتهامات الرئيس الموريتاني ووزراء ومسؤولين في حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لأحزاب المعارضة بالتطرف والإرهاب كانت حاضرة، حيث قال عنها رئيس الحزب إنها قديمة جديدة وتدعو للقلق.
إذا تتفقدين آخر انتخابات نظمها حسني مبارك بمصر قررون ما يدخل عليهم نائب واحد من المعارضة وتحركة الدولة وأعوانها ومنعوهم وطلع أول مرة برلمان ما في حد مخالف نظام مبارك وعقبتية اللي قعرتها به كانت آخر صيحة به. المؤشر الثاني هو خطاب الإرهاب والعنف وويلكم أراهم وجاكم ولا يفرقوكم هذا هو أيام الطائع الأخير أنتم تفقدينه قبل نفس الحالة. الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية التي شهدتها البلاد خلال شهر سبتمبر جسدت قدرتها وتماسكها ووحدة القوى السياسية المعارضة بالبلاد وأرسلت رسائل أربكت قوى سياسية أخرى وأثمرت نتائج تعتبر مكسبا كبيرا وتجربة مهمة في تاريخ البلاد يقول بعض المشاركين. خلطة ما كان جاد عليهم للمعارضة تتوحد واللي استفادوا منه أصلا لا قلت وحدة المعارضة راه جسد على المعارضة قادة تتوحد وجسدت الوحدة وعلى أنها تحقق مكاسب وتكسب الرهان بالوحدة وهذه رسالة مهمة لسنة 2019 راه ياركم يا الخالع الخلطة. وقد حل حزب التجمع الوطني للإصلاح وتنمية تواصل في المرتبة الثانية على مستوى عدد النواب خلال انتخابات سبتمبر حيث حصل على 14 نائبا فيما تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بفارق أزيد من 70 نائبا عن أقرب منافسيه. وعلى مستوى البلديات في العاصمة نواكشوط فاز الاتحاد من أجل الجمهورية بست بلديات مقابل 2 فاز بهما تحالف أحزاب المعارضة كما فاز الحزب الحاكم كذلك بكل المجالس الجهوية بموريتانيا. تواجه عدد من الأحزاب السياسية الموريتانية تهديدا بالحل بعد عدم حصول بعضها للمرة الثانية على نسبة 1%. وينص القانون المنظم للأحزاب السياسية الموريتانية على حل أي حزب شارك في انتخابين بلديين متواليين ولم يحصل على نسبة 1% أو قاطع لمرتين متتاليتين. قانوني ودستوري للمشهد الحزبي في موريتانيا بخصوص حل الأحزاب السياسية الذي جاء بمقتضى القانون أو التعديلات 2012 التي يعني نتجت عن اتفاق سياسي بين الموالاة أو بين الحكومة والمعاهدة في تلك الفترة. هنا جاءت مجموعة من المقتضيات من أجل من المفترض أن تكون الهدف منها هو تخليق الحياة السياسية أو الحياة الحزبية وديمقراطيتها ومنح الأحزاب التي يمكن أن تساهم في العملية الديمقراطية وأن تساهم في تعطير المواطنين وتكوينهم وتمثيلهم أن لا تجد مجموعة من الأحزاب الكرتونية الوهمية إن صحت العبارة لمنافستها. هنا لابد. دعا الخبير الدستوري والقانوني أحمد محمد مبارك إلى مراجعة أو إلغاء القانون المنظم للأحزاب السياسية الموريتانية. وقال محمد مبارك خلال حلقة من برنامج المشهد إن القانون المنظم للأحزاب السياسية الموريتانية بات بحاجة إلى المراجعة أو الإلغاء. أول هذه الديمقراطيات، أول هذه الممارسات أن يراجع أو يتم إلقاء نظام القانون المنظم للأحزاب السياسية الذي هو عبارة عن 11 مادة فقط، وهو جميع الأحزاب السياسية اليوم في المنطقة المغاربية، المنطقة العربية، حتى المنطقة الإفريقية كذلك هي عبارة عن كتب، لأن الحكومات ذهبت في الأنظمة حتى القانون تطرق للنظام الأساسي والأنظمة الداخلية وحتى كذلك فرض خطاب سياسي معين للحزب السياسي للحزب من أجل أن تكون هنا من أجل أن يكون هذا الحزب مدرسة لتعليم المواطنين، من أجل أن يكون هذا الحزب أن يساهم الحزب السياسي حين النظام الداخلي كان يجب أن يكون يفرض على الأحزاب أن تكون السلطة تناوب أن يكون هنالك تناوب سلمي على السلطة على مستوى الحزبي.
أن تكون هنالك انتخابات على مستوى الأحزاب السياسية دورية ومنتظمة، لأن الأحزاب السياسية هي النموذج الذي عليها أن تبدأ بنفسها أولا، أن تمارس الديمقراطية الداخلية. لا شان المفاصل، حيث تسببت سيول شهدتها مدينة أطار في سقوط عدة منازل بعد أن حاصرتها أمطار غزيرة استمر تهاطلها لعدة ساعات. وقد شهدت عدة مدن في الشمال الموريتاني أمطارا غزيرة خلال 36 ساعة الماضية خلفت قتلى جراء سقوط المساكن عليهم. ونقل عن والي ولاية تير الزمور قوله إن الأمطار تسببت في مقتل امرأتين وأربعة أطفال بقرية التواجيل حيث كانوا ينامون تحت عريش. إقليميا، حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بجمهورية توغو موعدا لإجراء استفتاء شعبي على تعديل دستوري للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية بين النظام والمعارضة. وقد أعلنت تنسيقية المعارضة المكونة من 14 حزبا سياسيا رفضها المشاركة في الاستفتاء والاقتراع، وقالت إن الموعد والإجراءات الخاصة بالانتخابات حددت من طرف واحد. متابع. جمهورية توغو التي عاشت لنحو عام على وقع أزمة سياسية بين النظام والمعارضة تستعد لإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور. وقد حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد 16 من دجنبر القادم موعدا لإجراء ذلك. كما تستعد البلاد لتنظيم انتخابات تشريعية في 20 من شهر دجنبر 4 أيام بعد إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري. وقد أعلنت تنسيقية المعارضة التوغولية رفضها للمشاركة في الاقتراعين واتهمت النظام بالأحادية في الرأي، مضيفة أنه لا ينبغي تحديد موعد إجراء أي اقتراع من طرف واحد. ويأتي استعداد توغو لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وقت تسعى فيها وساطة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية القائمة. وقد اختارت الرئيسة الغينية نانا أكوفوادو والرئيسة الغانية ألفا كوندي لقيادة الوساطة. وينتظر أن تتركز الوساطة الإفريقية على محاولة خلق توافق سياسي بين النظام والمعارضة يقود إلى تنظيم انتخابات تشارك فيها مختلف الأطراف. وتطالب المعارضة رئيس البلاد فور نياسينغبي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وفتح الباب أمام تناوب سلمي على السلطة ينهي حكم أسرة نياسينغبي القائم منذ نصف قرن. وقد نظم ائتلاف معارض مكون من 14 حزبا سياسيا العديد من المسيرات والمظاهرات في عدد من مدن البلاد تعرض بعضها للقمع وخلف قتلى وجرحى إضافة إلى العديد من المعتقلين. ويحكم الرئيس التوغولي الحالي البلاد منذ عام 2005 حيث تولى السلطة بعد وفاة والدي نياسينغبي إياديما الذي ظل في الحكم لمدة 38 عاما تعرض خلالها لمحاولات انقلابية وبعض محاولات اغتيال لكنها باءت جميعها بالفشل. مغاربيا، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إجراء تعديلات على خطة العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي. وتنص الخطة على تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015 وتنظيم ملتقى شامل للحوار الوطني تحضيرا للانتخابات الرئاسية القادمة. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه سيطلب من مجلس الأمن إجراء تعديلات على خطة العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي. وتتضمن الخطة الأممية محاور منها تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015، تنظيم ملتقى شامل للحوار الوطني، التحضير للانتخابات وتقديم المساعدة الإنسانية. وتدعم الأمم المتحدة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، لكن أطرافا ليبية ودولية تشكك في إمكانية إجرائها في هذا الموعد. وأضاف سلامة: سأتحدث بوضوح في إحاطة المقبلة لمجلس الأمن، خاصة مع تطورات المشهد في ليبيا والعراقيل التي واجهتنا والأجسام التي لم تقم بدورها. وتابع نقول للليبيين إن هنالك خطة واحدة وهي خطة البعثة الأممية التي وافق عليها مجلس الأمن قبل عام،
ومضى قائلا: أنا لست مغرما باتفاق الصخيرات للسلام في العام 2015، ولكن لا أريد حالة فراغ في ليبيا. وتعتزم إيطاليا تنظيم مؤتمر في نوفمبر المقبل حول النزاع في ليبيا الغنية بالنفط. وقال المتحدث الأممي إن الأمم المتحدة ستذهب إلى روما إذا تمت دعوتها، ولن تغيب عن أي اجتماع تشارك فيه أطراف الأزمة الليبية. وأردف أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تمنع أي دولة من أعضائها من طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا. وشهدت العاصمة طرابلس مؤخرا اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز قبل أن تتوقف بتدخل أممي في الرابع من سبتمبر الجاري. وقال سلامة إن قائمة العقوبات التي سترسل إلى مجلس الأمن حول طرابلس ستضم أفرادا ومسؤولين عن عناصر وتشكيلات عسكرية. ومنذ سنوات تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بطرابلس والحكومة المؤقتة المدعومة بقوات خليفة حفتر ومجلس النواب في شرق ليبيا. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها: مجلس الوزراء الموريتاني يستأنف اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد توقف استمر نحو شهرين. وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة المغربية تستمر يومين وتعتبر الأولى لوزير موريتاني منذ سنوات. الجيش الموريتاني يعلن القبض على عصابة تنشط في تهريب المخدرات اشتبكت مع إحدى دورياته قبل أسابيع. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الواحدة والنصف. تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع تهديد عدد من الأحزاب السياسية بالحل بعد عدم حصولها على نسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. في أمان الله.